تمرير الجارون ودعم المهدي حمدان هنا حمدان استلام حمدان انتظار وهنا ارنست كوريون ايمن ارنست هو مفتاح الاهداف شاب الاحمدان هنا على طول سيسدد الآن بتأكيد أرنست ينظر أرنست يسدد الله 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 كان من الممكن أن يسجل عائلتون هنا استطاع منها أن يسجل أرنست حتى أرنست ولفالله بالاثنين أرنست يتقدم أرنست وكورة وجول جول محمود العجيب أرنست مدافع النادي الأهلي علي خليل طويلة لأرنست حاول فيها بصفارة سهوان لأرنست هجمة أهلاوية بيمر أرنست جهة اليمين لاعب أيضا خطر جدا على المرمى هذا اللاعب صاحب مهارات عالية وصفارة وخط مرات يتألق ويبدع في الكرة الأخيرة الأكيد أزعجت الأهلاوية في كورة وهنا أرنست هنا فارق السرعة هنا فارق المهارة هنا أرنست وفيها ركلة جزاء ركلة جزاء توصل أمامية منقولة جهة اليمين لأرنست أرنست محاولة للأهلي يتوغل ممكن يشكل أيضا خطورة على مرمى علي عيسى لكن التغطية موجودة الوقت يمر سريع على الشباب بطيء على الأهلي وبالتالي أرنست يحاول يمر مر من الاثنين وهيها جول 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 تحول إلى أرنست يتغلق بالكرة في الجانب الأيسر أرنست الآن المحاولة موجودة خطيرة داخل المنطقة همة والانتصار في هذه المواجهة كما هو الحال أيضا لكمال الزواق لأكيد عارف أهمية هذه المباراة هنا والنصر الأهلاوي حتى الآن والتحليل بالنقاط الثلاث وهذا والنصر الأسمر أرنست بتمريرة تسديد تشكيلة فريقين ما تغير فيها أو ما طرأيت تبديل أرنست خطر جول بضغط كبير جدا في الفترة القادمة وبالتالي هنا ما يحتاج المدرب وفي هذه المباراة يزور شباك الماروني ويضع أول أهداف الأهلي هنا كرة ومحاولة عيسى موسى لكن الآن الأهلي التعويض الرد على هجمات المنامة
علي جمال لاعب رقم 12 أرنست بيمر أرنست وبيتقدم وهجمة للأهلي أرنست حلوة ملعوبة لمحمد الدوم تمريرات متبادلة لجاسم الشيخ مجددا أرنست الآن أرنست الآن أرنست غير لمهدي حميدان أقرب لحارس المرمى ضربة جزاء بالتأكيد أما أو يبحث عن كرة أمامية ولا لمسة وتمريرة يا سلام بشكل رائع وحام الشمسال توصل لأرنست ينقلها للطارق قادة هنا محاولة عباس عياد كرة بتوصل لأرنست نص ملعب المباراة منقولة أهلاوية رينا يصل لنسخة رقم 63 عمر والله عمر عشنا مع أجيال وعشنا مع واكبنا كوكبة كبيرة عباس عياد طويلة من علي خليل جهة أرنست قطب حسان حسان انقلها توصل علاوي تشان علاوي توصل مرتدة خطرة قطب الدين خلص خطرة هذه فري جول الله احتسب كوقت بدل ضايع بالنسبة لشوط المباراة الثاني هي ست دقائق أيضا دقائق متاحة وفرصة للشباب وللأهلي وأرنست يحاول يتوغل داخل منطقة الجزاء أرنست لو مر راح يشكل خطورة هذه عرضية في الجول جول جول أرنست توصل خطرة خطرة هذه شال تنشال توصل مرتدة أرنست حلوة وضحى بشكل حلو تماما لقطب الدين هجمة أهلاوية والمشقص في المكان المناسب أرنست والضغط لاعب يملك 6 أهداف أرنست الدم من إبراهيم الوالي وأيضا خاطية الوالي أحد البدلاء 3 تغييرات للمدرب عارف العزمي هنا الانطلاقة شاهد السرعة الموجودة مع الأهلي الآن والمساحات الموجودة هنا أرنست يا السلام هنا التقدم وهنا العرض هنا عادت لأرنست محاولة المرور جاسم الشيخ عادت لأرنست مرة أخرى يبحث عن التسديد التقدم فيها لمسة وتمريرة هناك عياد ومحي هنا يا السلام على التمريرة هنا الانطلاقة تأتي من أرنست والسرعة أرنست والخطورة الأهلاوية فيها تمريرة لكاظم وفيها ركلة جزاء نعم ركلة جزاء النجمة معناتها الصدارة للمحرق ويبقى الحد على رصيد السابق 29 نقطة كرة توصل ويبحث عن أول انتصار له كمدرب للمنامة في هذه المباراة هنا أرنست الانطلاقة نعم موجودة لعياد هنا كرة توصل لعلي خليل تمريرة لأرنست يبحث عن العرضية داخل منطقة الجزاء عمل له شغل خطيرة أهلاوية للمرة الثانية في تاريخه بدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم طبعا في المركز الثاني نادي الرفاع وهنا أيضا سجل 51 وتلقت شباك 9 أهداف حصل على 41 نقطة وتصدر دوري الدرجة الثانية وعادي للاعب جاسم محمد يحاول يمر خلص منه عباس عياد شوط المباراة الأول التعادل ما زال مستمر بدون أهداف ذكرت الذي كان ملعوب بشكل رائع ورائع جدا حسين سلمان ممكن يمر لكن أيضا التدخل الدفاعي أرنست بذكاء يغير أقصى الجال يسرى مهدي والتغطية الكرة الثانية دائما تكون من نصيب البسيتين نعم نشاهد الإبعاد نعم اللاعبين لأهل الدفاع أو 44 مباراة كلها بتوصل نجماوية والأهلي سجل 797 هدف وتلقت شباكه 500 ينتظر عياد لأرنست أرنست دور لطارق كادة هناك في القمصان وتغيرت الآمال والأمنيات اليوم الشعر الأصفر بالتأكيد سيكون مختلف الله على التخليص الدفاعي من التونسي عادت إلى عباس عياد عباس عياد أرنست السلام كرة توصل التحرك من علي جمال هنا استلام أرنست سحب كفة ثاني المحرك بالركلات الترجيحية وبأربعة أهداف مقابل 3 هذه كانت نتيجة التعادل السلبي في الأخير قاعد أقدم جهد وهذا الجهد أبيك أنت داخل الأرضية تعوضني فيه بفوز جيمي المساحة غير موجودة وبالتالي لاعبي الأهلي دائما الرجوع للخلف للبحث عن الثغرة والمساحة
للوصول إلى مرمى لطف الله. هنا جاسم الشيخ كرة توصل زياد الزيادي، هنا لمسة وتمريرة عادت لي أرنست. نعم أن تأتي بهدف التعادل في هذا الوقت أكيد تكون عودة إيجابية. أرنست يحيى الفايفي، جاسم الشيخ، أرنست ينتظر مساندة مرتدة أهلاوية من العمق. الأهلاوي أرنست يلعب كرة خلفية، اللاعب كرة توصل أرنست، الرجوع للخلف للهروب من الرقابة الموجودة عليه. السلام أرنست تقدم، هيا الآن باتجاه يحيى بانتظار. يا السلام، هنا خطورة، هنا فرصة، هدفين وتحركاته. هنا أرنست، هنا الانطلاقة، هنا محاولة أرنست التقدم. يا السلام في الوقت المناسب، كرة إلى ما التقدم عن طريق أرنست. شاهد هنا خطورة أرنست وسرعة أرنست، عامل إزعاج لدفاعات الشباب. كلها أسماء تألقت مع الأهلي وتوجت بالألقاب مع الأهلي. كرة توصل عاد من علاء الدين البسليمي في تقنية دفاعية أهلاوية عادت لأرنست. أرنست في استلام، يا السلام، هنا قوة أرنست، هنا سرعة أرنست، خطورة أرنست، التقدم ومدرب الكابتن كمال الزواقي، لكن تتابع هذه الكرة عن طريق أرنست. أرنست ومحاولة المرور، يا السلام، هنا رمية جانبية. أرنست يتراجع للخلف، لم نشاهد كثيرا ويشكل خطورة. الخطأ ومن جانب علاء الدين البسليمي، مستوى يلعب كرة لأرنست. أرنست يتقدم بكورته، يخلص المدافع الأهلاوي، نصف لعب المباراة. قطب الدين، مرتدة سريعة للأهلي. أرنست يمر من لاعب أرنست، كرة مع عامر مسلم القلالي. أرنست خبر كبير طبعا، رغم أنه على مشارف منطقة الجزاء، لكن خد الكرة بشكل حلو، لعبها طويلة لأرنست. هو الآخر صال وجال في الملاعب البحرينية، يكون اليوم ويتواجد اليوم بقميص وفرناندو كوريا لوز بالتأكيد صاحب الهدف الوحيد سامي الحسيني والرماحي والتون. هي اختيارات دعيت ناصر أو اختيارات دفاع اللعبة بها محاولة انفاهي والابعاد، كرة توصل باتجاه أرنست. اللاعب يملك ثلاث عياد، جاسم الشيخ الأهلي، أرنست كرة معاه، بيمر أرنست يلعبها مامية، خطر البرنس، خطأ من البرنس لي أرنست بالنسبة للنادي الأهلي، يكسب على خطأ أمامية. أرنست وحيدا في المقدمة، ينتظر المساندة. أرنست يعتمد على نفسه هذه المرة بطاقة صفر، إدخال مثل هذه العناصر الشابة. أرنست ينطلق، هل يكون هنالك هدف الحسم؟ مرور من محمد عادل، اللاعب البرازيلي مارسينهو، ولكن كان لحارس المرمى محمود العجيمي. لمسة وتمريرة، دائما الخطورة عن طريق هذا اللاعب أرنست. أرنست يحاول، يا السلام، هنا التقدم، هنا المرور، الكرة تلعب كلا الطرفين الرفاع والأهلي. شاهدنا ثلاث أهداف، لم ننتظر الأهداف طويلة منذ الدقيقة الثانية. شاهدنا الأولى البحث على المرتدة، خاطئة التمريرة لجاسم الشيخ في استلام، انتظار، لمسة وتمريرة باتجاه يحيى انفاعي، التقدم بشكل رائع. السلام أرنست، يريد تصحيح الأوضاع، الفوز في هذه المباراة مطلوب بشكل كبير للرفاع. عياد الآن في الجهة اليمنى مررها بشكل سليم، عادت مرة أخرى لطارق، طارق حولها إلى أرنست، كرة أهلاوية، هل تكون كرة العودة؟ عرضية داخل منطقة الاستلام، يتقدم بكرة، كرة فيها محاولة، هل يستمر بالتقدم لكن تأخر فيها؟ أرنست الآن بمحاولة لا زالت عند أقدامه، يبحث عن لمسة، يعرضها للخلف، وصلت عادت مرة ثانية لأرنست، استلام كرة من أرنست، انطلاقة، محاولة، البري يطلب كرة، أرنست مررها بالجانب أرنست فيها محاولة وكورة أرنست هنا الخطورة وبعد ذلك ممنوع الخطأ، ممنوع الخطأ. شاهدوا الكرة الماضية، هنا أرنست خطفها ولكن لم يخطف لها. كرة بتوصل خطرة أهلاوية، ممكن جول،
الاستلام، الانتظار، البحث عن المرور، يا السلام، هنا التقدم، ما زالت قطرة أهلاوية والكرة العرضية وأرنس كوره. شاهدونا الكرة الماضية والعرضية الرائعة ومن ثم السفينة الزرقاء اللي حتى الآن تبحر بمتعة في الشوط الأول. هنا أرنست إلى الجانب الأيسر، عرضية خطيرة، العادة مرة ثانية للأهلي. استقالة الملك في النسخة رقم 29، فوز الأهلي على الرفاع 2-1. كرة توصل أرنست يسجل، ولكن هذه فوز الأهلي على الرفاع. معادة عبد الفتاح بشير يحول كرة أمامية خطيرة، تسجيلا إلى حالات الانتصارات بثمان انتصارات. أرنست يبحث عن كرة الآن مع عيسى البري، أرنست يسدد كرة خالفت حارس الدج وحقق كأس الملك. نتابع هنا كرة أرنست، هنا انطلاقة أرنست، هنا تقدم أرنست، هنا الخطورة، هنا التسديد. ويا لا تزال أهلاوية، محاولة عرضية بالراس، الله بالدين مع الأهلي، يا سلام، مرر إلى باقر العصفور، باقر العصفور ممكن يتقدم، ممكن لعب كرة عرضية، خطر بالجول، خطر.